قلت انا اسف على اللي حصل، بس خلاص يعني لو اخذ وجهة نظر يعني. تقر وتعترف انك فكرت في اعتزال اللاعب الدولي؟ بصراحة؟ طبعا، بس تراجعت بسرعة. يعني بتيجي اوقات يا كابتن اللي انت بتبقى صحيح، اللي انت عايز تعتذر وفي نفس الوقت لا، وفي نفس الوقت بتقول انت لسه ما لعبتش اصلا يعني حاجه دوليه، بس في الاول والاخر انت في اوقات زي ما قلت لك بتبقى نصيب وعدم توفيق والحاجات دي كلها، فاوقات بتيجي واوقات لا يعني. وزي ما قلت لك هي 2018 بالنسبه لي كانت اكتر وقت. احكي لك قصه. اتفضل. انا اسف يعني. طبعا طبعا. جالنا مدرب هولندي اسمه راوتر 94 مش عارف كام 95 كده يعني. فالراجل لما جه كنت انا كابتن المنتخب، فهو كان مساعد مدرب هولندا في كاس العالم 90. قال لي انا مش مصدق ده، انت كنت مش عارف كاس العالم وانا كنت مبسوط بيك وانا مش مصدق ان انت بتلعب وكده، وانا كنت زايد في الوزن شويه. فقال لي انا عايزك تخس 5 كيلو. قلت له اوكي. فخسيت 7 كيلو. اكتر. اكتر. فاتخض. قال لي عشان تلعب لازم تخس 5 كيلو، فخسيت 7 كيلو وفورمه بقى وكده. فجه الراجل قال لي بص انا ايه، نادر السيد هيلعب المباراه الجايه، كنا السودان في السودان. قلت له جدا مفيش مشكله خالص طالما اختيارك انا ما عنديش مشاكل. وفعلا لعب نادر السيد يوميها، وحتى يوميها كانت الدنيا. انا قلت له يا نادر انزل بجزمه المطر، هو ما رضاش ينزل بيها. قلت له اسمع كلامي. فالمهم اتزحلق مرتين في بدايه المباراه، رحت جاري جايب له الجزمه وانا ربطتها له في الملعب، حتى الجمهور السوداني كله استغرب والصحافه السودانيه كتبت بعدها يعني. بس ده كان واجبي ناحيه زميلي يعني طبعا. فبتعامل يعني زميلي يعني طبعا. رجعنا وبتمرن بقى وحلوه بتاع، فلقيت الراجل جايبني قال لي انت مش هتلعب خالص. فقلت له ليه مش هلعب خالص؟ قال لي نادر هيلعب. قلت له لا ما تقوليش كده، قول لي منافسه ولاعب نادر بالظبط، بس قول لي منافسه، ما تقوليش انت ما فيش حاجه اسمها كده. قال لي بص انا هدي لك نصيحه. نعم. قال لي اعلن اعتزالك الدولي وانا هجيب لك منتخب هولندا هيلعب ماتش في اعتزالك الدولي. عملت له زيك كده بالظبط، قلت له مش انت صاحب قرار اعتزالي؟ انا صاحب قرار اعتزالي. صح. انت قول لي انا مش عايزك في المنتخب. قال انا مش عايزك في المنتخب. قلت له شكرا جزيلا بس اعلن ده. هو خاف. قلت له اعلن ده بالظبط انت اللي تقول. قال انت. المهم اتخانقنا في النقطه دي، رحت واخد شنطتي وماشي. بعد 3 شهور هو مشي وانا رجعت كابتن منتخب وعملت من احلى المواسم ان شاء الله. فصمم هتنجح ان شاء الله وهتكمل ان شاء الله.